ايه اشكال الاتجار يا فندم؟ يعني في البنود كده اللي بتعرفوا بيها الاتجار بالبشر، ايه اشكال الاتجار بالبشر سيادة السفيرة؟ اول حاجة اقول ان القانون المصري قانون عنده مرونة كبيرة، لانه كان من الذكاء بانه ما حصرش الاتجار في شكل معين، قال ايه هي عناصر الاتجار. نعم تمام. فبالتالي دلوقتي مع التطور، احنا عملنا 2010، دلوقتي مع التطور في الظروف، التقنيات والاي تي والتواصل الاجتماعي وكل، ظهرت جرائم كتيرة، الجرائم التكنولوجية. فالحمد لله ان القانون كان في هذه المرونة. اشكال الاتجار اشهرها اللي حضرتك اتكلمت عنها، اللي هي الاتجار في الاعضاء البشرية، بعد كده في الدول الغربية في استغلال الدعارة، ليس الدعارة لكن استغلال الدعارة. نمرة ثلاثة عندنا استغلال أطفال بلا مأوى، اللي كان يطلق عليهم قبل كده أطفال الشوارع. نمرة أربعة العمل القسري، زي نظام الكفالة، زي الأولاد اللي بيعملوا في ورش، مش عمالة الطفل، اللي يعمل مثلا في مكان بدون ظروف آدمية وبدون أجر محدد وبدون فترات راحة أو كده، ده يبقى استغلال قسري. وده يسري على عاملين مثلا، ممكن يكون بيعمل في ورشة، يعمل في مصنع ملوش قواعد تسجيل وكده مع القوى العاملة، أو اللي بيطلق عليهم العاملين في المنازل، ودي بقى نقطة مهمة ممكن نتكلم فيها كثيرا. دي وفي بقى نقطة يمكن ظهرت قبل كده، هو هي زواج الصفقة وليست زواج القاصرات. زواج الصفقة ده بيقوم على صفقة، على مكسب، على ربح لكل القائمين والمتورطين فيه، ما عدا طبعا الايه ده العروس.